يعني في سؤال مر علي رؤى قعدت أفكر في إجابته واكتشفت أنه كل إنسان مننا عنده جواب، وهذا الجواب بناء على نضجه، يعني يدلك على هذا النضج عند الإنسان لما نسأل هذا السؤال. خليني أسألك إياه، ما هو أكبر عدو للإنسان؟ عدو واحد؟ في أعداء، تبغى شيء واحد ولا خليني على شيء واحد؟ شيء واحد؟ أوف، مرة حصرتيني يا ندى. شوفي، أكبر عدو للإنسان نفسه. ليش؟ إذا كنت أنا إنسانة أخاف، إذا كنت أنا إنسانة كيف أقول لك إياها، مثلا أجهل بالمعلومة، أنا عندي قاعدة تقول لك المعرفة هي القوة. The knowledge is the power. فإذا أنا كنت إنسانة جاهلة بنفسي وجاهلة بإمكانياتي ودائما أخلي الخوف يتمكن مني، معناته أنه أنا عدوة نفسي. وربنا قال في القرآن إيش قال؟ قال إنه ما يغير، يعني إنه الله ما يغير شيء إلا لما يغيروا ما بأنفسهم. فمعناه إنه حتى تصلحي من حالك لازم تصلحي نفسك، تصلحي نظرتك للأمور، تتخلصي من بعض العادات السيئة، حتى في انتقاء الأصدقاء يا ندى، حتى في انتقاء الأصدقاء الصديق برضو عدو. إذا أنا كنت جليس لصديق طالح راح أكتسب منه المعرفة، راح أكتسب المعرفة السيئة، راح أكون أشبهه. جالس جانس، شخص تجلس معه راح تشبهه في يوم من الأيام. صاحب ساحب بالضبط. أيوة، كمان الصاحب ساحب. فأنت لما تقعدي مع أشخاص سيئين ويكون هم محض اختياري، أنا كده عدوة نفسي. لما أكون أنا جاهلة بالمعلومة أنا يعني عدوة نفسي. لما كمان أكون ما أعرف إيش هي إمكانياتي وإنسانة أخاف، معناته أنا عدوة نفسي. فأنا بالنسبة لي أكبر عدو للإنسان نفسه. لكن وراء كل هذه الأشياء السلبية الشيطان. الشيطان هو اللي يخليك تسيء الاختيار، والله هو اللي يوفقنا في الاختيارات. فعلا. طبعا احنا راح نتناقش اكثر عن هذا السؤال، بس ما سمعت رايك. استني قبل لا نروح لمبارك. خلينا نروح لمبارك وتقولي رايك، نشوف. طبعا طيب. اكيد على العموم اكيد راح نعرف اجابات مختلفه مني ومن رؤى، ولكن خلينا نشوف زميلنا مبارك الكويتبي اللي سال الناس في قول رايك ما هو اكبر عدو للانسان. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك، في سؤال كان يدور في بالي منذ فترة طويلة اللي هو ما هو أكبر عدو للإنسان؟ فاليوم قررنا ننزل للناس ونشوف إجاباتهم مع بعض. أكبر عدو للإنسان الشيطان، لأنه هو اللي صاحب البلاوي كلها. هو صاحب البلاوي كلها، ثم النفس، النفس البشرية، النفس الأمارة بالسوء. والله أغلب شيء الشيطان اللي وسوس في صدور الناس. ممكن الوسواس؟ إنه الواحد يوسوس. إيه. نفسه توسوس له هذا. أي موقف يصير تقعد. تقعد تفكر توسوس. أنا أشوف إن أكبر عدو للإنسان هو نفسه. ليش؟ تعرف صراعات بين الشخص ونفسه واتباع الهوى مزاجية. أيوة. والنفس أمارة في السوء. الصحبة السيئة. هذا أكبر عدو. نعم. وش تولد هذا الشيء؟ تولد كل حاجة. صحبة سيئة تولد، ممكن توديك الحاجات كثيرة، من الانحراف، من حقوق الوالدين، من المخدرات، من كثير. اللي صاحب ساحب. أكبر عدو الإنسان نفسه. ليش؟ لأنه ما في حد في الحياة يقدر يقول لك لا إلا أنت. أنت مع نفسك. يس. أكبر عدو للإنسان الشيطان. ليش؟ لأن أخرج والدينا من الجنة. يعني سمعتي أكثرهم إيش يقولوا؟ الشيطان والنفس. إيه؟ الشيطان والنفس. مسكين الشيطان. الشيطان بريء. يا ناس شماعة. ها فعلا. يعني أنت تنتظرين إجابتي قبل شوي صح؟ صحيح. إيه. يعني أكبر عدو للإنسان ذكرياته، الذكريات اللي ممكن تداهمك بوقت أنت تحاول أنك أيه. تنساها. مواقف مرت عليك قد تكون حزينة، قد تكون حتى سعيدة. أنت أحيانا تكون لاهي في حياتك ما ودك تتذكر هذه المواقف وتجيك بوقت غلط. يعني لدرجة أني أنا أحيانا أقول يا ليت الأطباء والعلماء اصنعوا لنا شيء أو حبوب تكون تنسينا بعض بالله. المواقف وبعض لا فعلا النسيان ترى نعمة من الله سبحانه صحيح. وتعالى، وإحنا يمكن ما نقدرها إلا لما نمر بمثل هذه الذكريات. فبالنسبة لي الذكريات هي أكثر أو أكبر عدو للإنسان.
شوفي ترى الإنسان يقدر أنه هو بطريقة أو بأخرى، ما أعرف إيش هي هذه الطريقة، بس أنا يعني أحس بشكل أو بآخر مريت فيها. أنا عندي شابتر في حياتي مفقود ومبسوطة أنه مفقود. يعني أنت نسيتي متعمدة؟ ممسوح. أنا ماني متعمدة، لكن في مثلاً بعض الظروف تمر فيها تكون جداً مثلاً مؤذية ولا مؤلمة، وتحس أنك أنت ستك، يعني أنت عالقة فيها بطريقة أو بأخرى، وبنعمة من ربي على قولك، بما أنه النسيان نعمة، يمحيها من ذاكرتك وتضاف بعض الذكريات الجميلة أو بعض الموقف الجديدة اللي حتصير ذكرى، وإحنا نتمنى أنه نصنع ذكريات جميلة. فصحيح يعني حتى الذكريات هذه اللي تباغتك، مثلا إذا مثلا مرينا من مكان معين، أو الناس اللي يقولك والله تذكرت موقف معين بسبب عطر معين، صح تاخذ مواقف ثانية، صحيح ممكن هي تكون برضها من الأشياء المؤذية، يعني أتفق معاك. صحيح. بس خليني كمان على النقطة اللي كنا بنسمعها من الناس، ربما الأغلب أجمع ما بين النفس والشيطان. صح. والنفس الأمارة بالسوء، يعني سبحان الله الشخص إذا كان هو يعني يتأمل ويدقق في نفسه كثير ندم، ويعرف أنه سبحان الله يعني ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها. يعني يا أنك تكون إنسانة تقية، يا أنه الواحد يكون يعني عفوا حاشاكي مش أنت، أنا أقصد بشكل عام يعني الإنسان، يا أنه يكون إنسان تقي يا أنه يكون إنسان فاجر. فلهذا السبب كنت أقول النفس هي أكبر عدو. صح. الله الإنسان يقول لك هو مخير ولا مسير وغيرها. أنا أحس في هذه الحياة في أخطاء وفي أشياء صح، لكن مهم أن الإنسان يكون عنده أصل، الأصل هذا هي مخافة الله جواه. متى ما الإنسان كان عنده مخافة الله مهما غلط يرجع ما يكابر. الإنسان النرجسي، الإنسان المغرور، ترى الله عاميه، الله عاميه ما يشوف يا ندى، يعتقد أنه كل شيء في الدنيا هذا حق مطلق، النعم هذا حق مطلق. لا والله، النعم هذه زي ما كنت بقول قبل شوية مع دكتورة بثينة، كنت أقول إذا الإنسان ما كان حامد وشاكر لكل النعم زي ما الله أعطاك إياها، الله يأخذها منك، يأخذ من صحتك، يأخذ من مالك، يأخذ من النعم اللي أعطاك إياها. فمتى ما الإنسان يكون دائما متواضع وما يخلي الغرور يسكن قلبه، صدقيني الله دائما يبارك له، مهما نحط في مصائب، مهما نحط في اختبار، مهما نحط في امتحان، مهما صار إنسان مليونير بس يشعر في هذا التواضع جواه، الله يبارك له، يبارك له في عمره وفي حياته وفي رزقه في هذه الأشياء، ومهما مر بمصائب يشكر الله على الأشياء اللي هو فيها. عشان كذا كنت أقول يا ربي لك الحمد أنه مهما الإنسان عاش في نعم يفضل يذكر أنه هو إنسان. أنت إنسان، أنت عندك شيء معين، دور معين، والله بيمتحنك في العطايا وفي المصائب، مو بس في المصائب، الله يمتحن في العطايا وفي المصائب. فمتى الإنسان يعني يشعر بهذه الأشياء ويستذكر هالتفاصيل، إن راحت في يوم من الأيام تعرف إنه عوض الله جميل. وفي نفس الوقت الواحد دائما إيش يدعي إنه الله يبارك له، وفي نفس الوقت يعني يبعد الغرور من جواه. أكيد طبعا. بس هي هذه. يعني يكفي ولي أن شكرتهم لأزيدنكم. صحيح. يعني صحيح. شكر اليوم جدا مهم، إنك لما تشوف النعم ما تنغر أبدا، لا تشكر ربي عليها عشان هي بعد تزيد لك. صحيح. وما تزود بين يوم وليلة. وانتبهوا من أصحاب السوء. أصحاب السوء يا جماعة. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل حنتكلم عن العلاج بالموسيقى، وهل فعلا تساعد في تحسين الحالة المزاجية؟ تقليل.